يلا نشتغل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هناخد كب بنونة يعني على قد اللي هنعمله يعني مش اوكي نعمل كده كب على قد ايه؟ على قد اللي هنعمله هايل اوكي نعمل كده. طيب هناخد شوية بصل اوكي شوية بصل اوكي وفلفل احمر حلو مش كتير قوي اوكي وواحد طماطم واحد بس طماطم تعال اوكي يلا اوكي هنحط ملح وفلفل ادي الفلفل بتاعنا وادي الملح اوكي وهنحط جوز الطيب نص معلقه صغيره اوكي ونحط معلقه ثوم خلاص وبعدين ناخد شويه فلفل حامي like this زي ما انتوا عايزين بقى كتير قليل دي بتاعتكم انتوا بقى اوكي هكذا يلا نقفل بقى الحدوته دي ونضرب الكلام ده اوكي حلو قوي قوي جدا خالص وناخد بولالالايا ونحط الكلام ده هنا اوكي ونجيب شوية زيت زيتون ونقلب ونشوف تعال لي شوية خلي نونة نونة كده معلقة صغيرة يعني ونقلب ونحط اللحمة ونعمل كده ونسخن الطاسة بتاعتنا تسخين محترم ونسيب دي كده شويتين اوكي هكذا لغاية ما دي تسخن معانا اوكي هناخد ورق زبدة هكذا وهناخد فويل هنحط الفويل هنا كده وفوقيها ورقة الزبدة اوكي وبعدين هنحط شوية فلفل كده اهو وشوية بصل اوكي وطماطم يا
اوكي بس كده سخنا سخنا. يلا نبتدي بقى ايه نحط الكلام. الكلام ده هحطه ياخد ايه يعني يشم ريحة الشوي بس قبل ما احطه في ورقة اللحمة. اوكي معايا انت برضو يلون كده بس للتلوينة يبقى خد ايه يعني بس يعني كده يعني اللي ممكن تعمله لحمه دي ستيك يعني او ريش بس الريشه ريشه مش ريشه ريشتين اوكي عشان تستوي معاكم بسرعه. لما بتتعمل بقى في الفرن بتدي طبعا صوص لان كده لو عملتوها كده وكلتوها بتبقى دراي شويه يعني هي مش اللحمه نفسها دراي لكن ما فيهاش صوص اوكي. اما احنا حابين ان يكون فيها شويه صوص عشان هتتقدم مع رز يبقى شيء لطيف انها تكون فيها تبقى صوصي شويه ولو كانت بقى اللحمه لايك ريش او حته فيها شويه دهن تبقى لطيفه وممكن برضو ابقى احط معاها ايه كيوبز صغيره من اللية عشان تديها طعم لطيف قوي وهي بتتشوي وهي برضو ايه مع بعض كده هندخلها ايه في الورقه. طب هل دي ممكن اعملها بدل ما يبقى في ورق وفويل تتحط في كيس فرن؟ ممكن طبعا ممكن طبعا ممكن على قدها كيس على قدها ممكن. يلا اوكي وندخلها الفرن تقعد كتير بنتكلم في حوالي ساعة الا ربع تقريبا